هذا الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تشرين الثاني يبدأ بأحوال جوية غير مستقرة وتستقر لاحقا الأجواء وسط أجواء خريفية. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أهلا بكم بالنشرة الجوية الأسبوعية. إذا تشهد المملكة الأحد هطولا لبعض الأمطار إثر أحوال جوية غير مستقرة في مناطق عدة من المملكة. بعض من هذه الأمطار يصحب بحدوث الرعد في بعض الأجزاء خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. انخفاض واضح على درجات الحرارة يوم الأحد تصبح أقل من معدلات المعتادة، تقريبا تصل في العاصمة عمان إلى حوالي 21 درجة مئوية، 23 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 20 درجة مئوية في جبال الشرات، 23 درجة مئوية في البادية الجنوبية، تقريبا 27 درجة مئوية في البادية الشرقية، وتكون حوالي 30 درجة مئوية في العقبة. تستمر بعض من هذه الأحوال الجوية غير المستقرة يوم الاثنين، لكنها تتركز أكثر شيء في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. هناك فرص ضعيفة للأمطار في المناطق الوسطى والشمالية، وتتراجع فرص الأمطار بشكل لافت عما ستكون عليه يوم الأحد. أيضا يتوقع أن تعاود درجات الحرارة للارتفاع وسط أجواء خريفية في أغلب المناطق. تهب رياح شرقية على مناطق عدة من المملكة، الأمر قد يؤدي إلى ازدياد نسبة الغبار في الأجواء، وبالتالي دائما ننصح مرضى الجهاز التنفسي والحساسية من الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء خاصة يوم الاثنين. درجة حرارة في العاصمة عمان وجبال الشرا وعموم السهول 23 درجة مئوية، في المنطقة الجنوبية 26 درجة مئوية و32 درجة مئوية في العقبة، وتكون حوالي 28 درجة مئوية في البادية الشرقية. أيضا في ساعات الليل درجات الحرارة تكون في بداية الليل لطيفة، لكنها تصبح مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخرة. يوم الثلاثاء يتوقع أن تستقر الأجواء في كافة ومختلف مناطق المملكة، تتحول الأجواء تصبح خريفية لطيفة في كافة المناطق. تبقى بعض السحب والغيوم ظاهرة في الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة. درجة الحرارة مثلا في العاصمة عمان تكون 24 درجة مئوية، وهي حول المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. تصل في العقبة إلى 33 درجة مئوية، وبالتالي الطقس يكون مائل للحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة والعصر. يوم الأربعاء لا تغيير يذكر وهام على الحالة الجوية، الأجواء مستقرة خريفية مشمسة في مختلف مناطق المملكة. درجة الحرارة حوالي 22 درجة مئوية، تكون مائلة للبرودة هذه الأجواء في المرتفعات الجبلية. أما في ساعات الليل فيكون الطقس باردا نسبيا في أجزاء عدة من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس تستمر الأجواء المشمسة والمستقرة والخريفية في ساعات النهار التي تكون مائلة للبرودة بعض الشيء خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الأجواء في ساعات الليل مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا في أجزاء عدة من المملكة. نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة الذي يتوقع يحدث عليه ارتفاع قليل على درجات الحرارة. الأجواء تبقى خريفية مستقرة ومشمسة في مختلف مناطق المملكة، تقريبا تصل العظمى في العاصمة عمان إلى حوالي 25 درجة مئوية في ساعات النهار، 26 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 31 درجة مئوية في العقبة، وتكون 21 درجة مئوية في جبال الشرا والبادية الجنوبية، 24 درجة مئوية و26 درجة مئوية في البادية الشرقية. إذن هذه توقعات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الثاني لهذا العام. هذا الأسبوع الذي يتوقع أن يبدأ بأحوال جوية غير مستقرة، ويستكمل هذا الأسبوع بأجواء تكون خريفية مستقرة في كافة المناطق. أتمنى لكم جميعا أسبوع سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.